السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إليكم هذا الخبر العاجل. أكد القيادي في تحالف الفتح سعد السعدي اليوم السبت وجود حراك برلماني بشأن القرارات المتخذة من قبل حكومة تصريف الأعمال. وقال السعدي في تصريح أن هناك حراك برلماني من قبل قوى سياسية مختلفة بشأن القرارات المتخذة من قبل حكومة تصريف الأعمال، وأوضح أن هناك قرارات اتخذت دون أي سند قانون ودستوري كون الحكومة الحالية ليست بكامل الصلاحيات. وبين أن رئيس حكومة تصريف الأعمال اليومية مصطفى الكاظمي يعمل على تكليف شخصيات في مناصب مهمة وعليا في الدولة العراقية بالوكالة، رغم أن حكومته لا تملك صلاحيات ذلك، ولهذا ستكون هناك طعون بهذه القرارات إضافة إلى المحاسبة البرلمانية.